أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. صدق الله العلي العظيم. خاطب الله سبحانه وتعالى رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله في تبليغ ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله في كل أوامر الله له بلغ أعلى أرقى أفضل درجات التبليغ، الآية تقول ما بلغت رسالته، الآية ما قالت ما بلغت هذه الرسالة، ما بلغت رسالته كليا. هو قد بلغ، بلغ أفضل تبليغ. يعني ماذا ما بلغت رسالته؟ الجواب أن الجزء الرئيسي في الشيء إن فقد فيكون الشيء قد فقد بأجمعه بكله. نجمع لحما وعظما وعروقا وجلدا وغدد، نصنع منها شكل جسم إنسان، يد، رجل، رأس، صدر، تماما مثل شكل الإنسان. ولكن هذا الجسم لا توجد فيه روح. هذا يسمى إنسانا؟ لا، هذا شكل إنسان. لا، هو إنسان لا فيه فائدة الإنسان،
لا له آثار الإنسان، لا له قيمة الإنسان. هذا الجسم، هذا الشكل له قيمة الإنسان؟ لا. حتى الأعضاء، يعني اليد يد بالضبط مثل يد الإنسان، ولكن هذه اليد لها قيمة اليد يد الإنسان؟ لا. لماذا؟ لأن الروح فقدت. مع فقدان الروح الجسم لا قيمة له نهائيا، لا قيمة له. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بلغ أفضل درجات التبليغ لأي شيء؟ للأعضاء، أعضاء الدين، أجزاء الدين. روح الدين بقيت، الدين بدون الروح ليس دينا. بلغ الرسالة فيما يرتبط بالأعضاء، بقي تبليغ الرسالة فيما يرتبط بالروح. ولذا الله عز وجل يقول: فما بلغت رسالته وإن لم تفعل، إن لم تبلغ هذا الشيء الذي أمر الله عز وجل بتبليغه من ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، إن لم تبلغ هذا التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل هذا التبليغ فما بلغت رسالته. الدين الذي بلغته، كل أجزاء الدين حتى أهم أجزاء الدين التي بلغتها من الأعمال، الصلاة، الصيام، هذه أجزاء، هذه أعضاء. النبي بلغ الصلاة، بلغ الصيام، بلغ الحج، بلغ كل شيء، ما بلغت رسالته. الروح ما بلغته يا رسول الله بعده. طبعا التبليغ المناسب للروح. هذا يعني كأنه لا تبليغ. هذه الآية قبل الغدير، في شأن الغدير، نزلت في تبليغ ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وآله، الله عز وجل أنزل آية أخرى، قال: اليوم، المقطع الأول، المقطع الثاني، المقطع الثالث، ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا المقطع الأول، وأتممت عليكم نعمتي، المقطع الثالث، ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني ماذا؟ اليوم رضيت لكم الإسلام دينا، بعد تبليغ ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه صار الإسلام مرضيا. يعني بدون تبليغ، بدون هذا الجزء وهو الجزء الأساسي وهو الروح، بدون هذا الجزء الإسلام كان مرضيا؟ لا. اليوم رضيت لكم الإسلام دينا. يعني قبل اليوم الإسلام كان مرضيا كدين؟ لا. لماذا؟ نفس الدليل، شكل جسم بدون روح، الله عز وجل يرضى بهذا الجسم بدون روح؟ طبعا لا. النبي صلى الله عليه وآله ماذا صنع في الغدير حتى قال الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا؟ الأجزاء الأخرى للدين، النبي صلى الله عليه وآله بلغها بطرق مختلفة، لكن هذا الجزء الذي الله عز وجل يقول أن الدين بدون هذا الجزء ليس مرضيا،
الرسالة بدون هذا الجزء ليست رسالة، ما بلغت. تبليغ هذا الجزء يحتاج إلى طريقة مختلفة، لأن هذا الجزء مختلف، لأن هذا الروح. النبي صلى الله عليه وآله بلغ الصلاة، بلغ الصيام، بلغ الأعمال. في قضية الولاية بلغ تبليغا مختلفا. نحن نقرأ الآثار، نقرأ أنه مع إتلاف إحراق المئات الآلاف، أقول لا الملايين من الروايات الشريفة، مع ذلك ما بقي في أيدينا من قضية الغدير شيء جدا عظيم. هذا يدل على أن العمل كان عظيما جدا. القضية الوحيدة في تاريخ الإسلام أن 110 من أكثر طبعا أكثر من 110 من الصحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله نقلوها. القضية الوحيدة في تاريخ الإسلام كله، في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله كله، كيف بقي مع إتلاف هذا العدد الكبير من الروايات؟ لعل الذين نقلوا قضية الغدير عشرات الآلاف، لعله أكثر. ما وصلنا اليوم أكثر من 110 من الصحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله نقلوا قضية الغدير. يتبين أن التخطيط الذي خططه رسول الله صلى الله عليه وآله كان مختلفا في بقية القضايا. ما عندنا هكذا رقم، لا نصف هذا الرقم ما موجود. جئ لي برواية بقضية نقلها 50 من الصحابة، لعلك لا تجد، أظن لا تجد. يتبين أن النبي صلى الله عليه وآله هنا صنع شيئا ثانيا، شيء مختلف. لماذا؟ لأن القضية كانت مختلفة، القضية بهذه الدرجة من الخطورة. القضية الوحيدة التي قال الله عز وجل إن لم تفعل فما بلغت رسالته. النبي خطط، بلغ، والله عز وجل وقع حسب تعبيرنا أن النبي قد بلغ، لأنه قال ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا توقيع لعمل النبي صلى الله عليه وآله، خلاص الإسلام صار مرضيا. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وآله؟ ذكرت لكم سابقا بعض النقاط، اختيار الموقع الجغرافي، اختيار المكان بالذات، نفس هذا المكان، اختيار اليوم، اختيار الساعة، حتى الساعة، اختيار الطريقة. بعض النقاط ذكرتها سابقا، نقطة أخرى أذكرها لكم في هذا اليوم مما صنعه النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله ذهب إلى الحج، حجة الوداع. كان معه في كل المشاعر عدد من أصحابه، بالعشرات كانوا في أي مشعر من المشاعر، في أي موقع من المواقع. النبي صلى الله عليه وآله هناك ما بين قضية ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لا أقول ما بين، بل حتى ما أشار إشارات أنه يريد أن يبين. بعبارة أخرى، أخفى، أخفى قضية الولاية في كل هذه المشاعر. فرصة متاحة، يا رسول الله بين. في عرفات، في المشعر، في المسجد الحرام، في منى، في أماكن أخرى في مكة، ما بين، أخفى. لماذا؟ حتى نعرف لماذا الله عز وجل هكذا تعظيم، يعظم عمل النبي صلى الله عليه وآله. أولاً، لو كانوا يعرفون البعض أن النبي صلى الله عليه وآله يهدف إلى هذا العمل، إلى بيان، إلى تبليغ ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قطعاً ويقيناً بعضهم كان يتخلف بأعذار. النبي صلى الله عليه وآله ما كانت طريقته إجبار أحد على شيء،
كان يتمكن أن يجبر أصحابه أن يأتوا إلى مكان، ولكن هذه ما كانت طريقة النبي صلى الله عليه وآله، ما كان يريد أن يجبرهم. من جهة ثانية، إذا علموا نية النبي صلى الله عليه وآله كان البعض منهم يتخلف، فليتخلف. ما المشكلة؟ المشكلة أن هذه الحجة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تتم بشكل راقي جدا ما كانت تتم الحجة بهذه الصورة. كان البعض يأتي، تتم الحجة بنسبة. النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يتم الحجة أشد، أدق، أفضل إتمام للحجة، يريد أن يأتوا بأجمعهم. هذا الشيء ما كان يحدث إذا كان النبي صلى الله عليه وآله يبين، أو حتى لو كان يشير إلى أنه يهدف إلى هذه النقطة، ما بين. ثانياً، المشكلة الأخرى أنه لو كان في صفوف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا منافقين، المنافقون لو كانوا يعلمون قصد النبي صلى الله عليه وآله كانوا يخططون لتخريب هذه القضية بشكل من الأشكال. بعبارة أخرى، النبي صلى الله عليه وآله فاجأهم. النبي صلى الله عليه وآله قاصد الرجوع إلى المدينة، خلاص انتهى كل شيء، نحن في الطريق، كل واحد منا في الطريق إلى أن يصل إلى بلده، خلاص انتهت رسالة النبي صلى الله عليه وآله، فهذا الحاج انتهت خلاص. مرة واحدة، التخطيط الدقيق، انتخاب المكان، كل هذا الشيء كان قد صنعه ولكن ما بين. مرة أمر اجتمعوا في هذا الموقع الأفضل الأفضل لتبليغ هكذا شيء. هو النبي صلى الله عليه وآله في حديث يروى عنه يقول: استعينوا على أموركم أو في أموركم بالكتمان. النبي كتم في الأمور المهمة، هذا حقا درس، طبعا درس نتعلمه ونستفيد منه عمليا. هو صلى الله عليه وآله في هذه القضية الخطيرة كتم، بخلاف سائر القضايا. سائر القضايا ما كانت عليها حساسية، الصلاة ما كانت عليها حساسية كبيرة، الصيام ما كان عليه حساسية كبيرة. هذه القضية المصيرية الأساسية بهذه الدرجة كانت عليها مشكلة ولا زالت وستبقى إلى يوم الظهور. النبي صلى الله عليه وآله كتم. كم كان هذا العمل من النبي صلى الله عليه وآله، هذه النقطة، هذه الخطة من النبي صلى الله عليه وآله ذكية ودقيقة. اجتمعوا، تعالوا، النبي صلى الله عليه وآله عنده كلمة، يريد أن يقول لكم شيء، وخطب تلك الخطبة العظيمة. بيّن أيما تبين، فصل أيما تفصيل، أوضح أيما توضيح، ما أبقى لأحد، كما قالت الصديقة الكبرى صلوات الله عليها: هل ترك أبي يوم غديرهم لأحد عذرا؟ ما ترك عذرا لأحد. الله سبحانه وتعالى أمر رسوله بماذا؟ بالتبليغ. قال بلغ. نفس هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أمرنا به، نفس هذا الأمر وصيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما أمرنا به. النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير العظيمة قال: فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة. لا تقول هذا خاص بفئة، لا، إلى يوم القيامة.
أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطبته العظيمة في أيام حكمه الظاهري، هذه الخطبة العظيمة جدا جدا جدا، وكل خطب أمير المؤمنين عظيمة، خطب في يوم الغدير خطبة، في هذه الخطبة أواخر الخطبة يقول: وليبلغ الحاضر الغائبة والشاهد البائنة. الله عز وجل ماذا قال للنبي؟ قال بلغ. الواجب ما هو؟ التبليغ، أمر بالتبليغ. رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا أمر، فليبلغ، اللام لام الأمر، يعني يجب تبليغ هذه القضية، قضية الولاية. نفس الكلمة استخدمها أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما. النبي صلى الله عليه وآله بلغ، أيما تبليغ، ما ترك لأحد يوم غديركم أذرا. هذا الواجب علينا أيضا، كيف نبلغ؟ طبعا القضية ليست خاصة بأيام الغدير، ليست خاصة بشهر ذي الحجة، ليست خاصة بأسبوع الولاية، ولكن في هذه الأيام الواجب يكون مركزا أكثر. وأمامنا اليوم الأعظم للولاية، عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغار، وأسبوع الولاية، المناسبات العظيمة في هذه الأيام. الأعياد العظيمة، كيف نبلغ؟ ليس المطلوب أن نصنع مثل ما صنعه رسول الله، حاشا، مستحيل، هذا استحالة عقلية أصلا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله أدى ما كان قد أمر الله عز وجل إياه به أفضل أداء. أنا كيف أؤدي؟ والأمر موجود، نفس المادة استخدمت، مادة التبليغ، بلغ، الله عز وجل يقول لرسوله، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لنا فليبلغ، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول وليبلغ. النقطة الأخيرة وهي نقطة لطيفة من لطائف القرآن الكريم، كلمة رسالته، هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم مرتين، المرة الأولى في هذه الآية، آية الغدير: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ما بلغت رسالته، ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. نفس هذه الكلمة وردت في آية قرآنية أخرى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، نفس الشيء، رسالته هنا هي رسالته هناك، الرسالة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وآله هذه. أقرأ لكم رواية شريفة وأختم حديثي عن أبي الصباح الكناني عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال، رواية جدا جميلة وجدا جدا مريحة، بشارة أصلا هذه الرواية للمؤمنين، قال عليه الصلاة والسلام: أنتم الموالون الشيعة نظرتم حيث نظر الله واخترتم حيث اختار الله، اخترتم إماما اختاره الله عز وجل لكم، نظركم على مولى جعله الله عز وجل مولى لكم، نظرتم حيث نظر الله واخترتم حيث اختار الله وأحببتمونا وأبغضنا الناس ووصلتمونا
تريد أن تعرف وصلتمونا يعني ماذا؟ انظر في هذه الأيام، اليوم، غدا، بعد غد، إلى ما تبثه القنوات عن كربلاء. جعلنا الله سبحانه وتعالى شركاء مع زوار سيد الشهداء صلوات الله عليه. ووصلتمونا وقطعنا الناس، أنتم والله شيعتنا وأنتم شيعة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهو الإمام عليه الصلاة والسلام يحلف، وهو والله قول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. رسالته، هذه رسالته، رسالة جعلها الله سبحانه وتعالى على عاتق النبي صلى الله عليه وآله. كلمة رسالته في القرآن الكريم فقط وردت لهذا المعنى، لأنها الروح، لأنها روح رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. اسمحوا لي أقرأ لكم مقطع آخر أيضا بسرعة بدون تعليق. مقطع من خطبة النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير، بسرعة أقرأ هذا المقطع الشريف. قال صلى الله عليه وآله في مقطع من هذه الخطبة العظيمة: معاشر الناس، إني، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، إني أدعها إمامة ووراثة في عقبي إلى يوم القيامة. الإمامة ما تنقطع إلى يوم القيامة. وقد بلغت ما أمرت بتبليغه حجة على كل حاضر وغائب، وعلى كل أحد ممن شهد أو لم يشهد. الحجة تمت، رسول الله يقول، وبالفعل قد تمت كلام النبي صلى الله عليه وآله صحيح، هو أصدق الخلائق. وعلى كل أحد ممن شهد أو لم يشهد، ولد أو لم يولد، الحجة تمت. فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: معاشر الناس، أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم الله عز وجل، الذي أمركم باتباعه، ثم علي من بعدي، ثم ولدي من صلبه، أئمة يهدون إلى الحق وبه يعدلون. ثم قرأ صلى الله عليه وآله: الحمد لله رب العالمين، سورة الحمد إلى آخرها. وقال، سورة الحمد نزلت في من؟ قال في الرسول صلى الله عليه وآله يقول، وقال في نزلت وفيهم نزلت، في أهل بيتي، ولهم عمت. كم العبارة جميلة، في نزلت وفيهم نزلت ولهم عمت وإياهم خصت. هاتان الكلمتان جدا جميلتان، لا أريد أن أشرح. ولهم عمت وإياهم خصت، الله كما هي جميلة، تحتاج إلى وقوف وشارح. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا وسيدنا أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتبليغ هذه الرسالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أفضل المتمسكين بهذه الولاية العظيمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.